علمتني الحياة في ظل العقيدة أن أعمل بما أقول ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ومن لم يعمل بما يقول ويدعو له فإنما يسخر من نفسه أولا، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بعل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك ينفع ما تقول ويشتفى بالوعظ منك وينفع التعليم، لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فاحرص على ما ينفعك واعمل بما تقول ما استطعت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس. Thank you.